على حساب بقى السؤال اللي حضرتك سالته على ان احنا نقدر نعوض ما نقدرش، احنا الفريق الوحيد اللي يقدر يرجع في مصر انه يخش فيه جول ويعوض لانه عنده الامكانيات، انما الطريقه اللي بنلعب بيها دلوقتي اللي كسبناها من ماتش طلائع الجيش اللي رجعتنا باللمسه واحده احلى جون شفناها. انت ما شفتش شايف انت الهدف ده بتاع الرجاء؟ انا احلى جون شفته هو الهدف بتاع الرجاء اللي هو اللي جابه اللي جه في الشوط الاولاني ده، يعني احلى جون يا فوزي شفناه في مصر عموما السبع نقلات بتوع ماتش اللي كان بعد طلع اللي هو بتاع مصر المقاصه. انا ما شفتش جون من اجمل الاجوان السبع كور من لمسه واحده تاك 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 لغايه العرضيه بتاعت وليد سليمان اللي من احلى الاجوان اللي في العالم اللي برشلونه والدنيا كلها بتبحث عن هذا الشكل وبتبحث عن هذا الكيان. فنرفع القبعه كلنا للاعبين الحقيقه والاجهزه الفنيه.